احترامي سيدي. تفضل يا واد. طبعا انت بتعرف انه البلد بهاليومين رح تتعرض لحدث كتير كبير. اذا منشان مسيرة سيدي عملنا لك شو مسيرة ما مسيرة؟ هلا وقت المسيرة؟ نحن رح نتعرض لكسوف. كسوف حقيقي بكل معنى الكلمة. نعم سيدي، سمعت هيك شيء. عظيم، نشكر الله انك سمعت عن هيك شيء. اللي بشوف يا ابني، انت بتعرف شو يعني كسوف؟ ايه بعرف سيدي. اخذينا بالمدرسة. مدري الشمس بتجي بين الأرض والقمر، مدري القمر بيجي بين الأرض والشمس، والله نسيان. ولك يا بني آدم، أنت بتعرف إنه البلد بدها تتعرض لكسوف، ما كان بينفع إنك تراجع شوي معلوماتك الجغرافية؟ حاضر سيدي، اليوم بستعير كتاب الجغرافيا تبع ابني. ما في داعي، أنا رح فهمك. هلا خلينا نفترض إنه هاي الشمس وهاي الأرض. مسك الشمس هلا. هي مسكت الشمس. شوف يا ابني، هلا الارض بتفتل حول الشمس، بيجي القمر بين الشمس وبين الارض، بيمنع وصول اشعه الشمس لوين؟ على الارض. هذا بيكون اسمه الكسوف الكامل. يعني سيدي رح يصير عنا كسوف كامل؟ نعم، بهي المنطقه من الكره الارضيه حيصير كسوف كامل، يعني عنا. والله شغلة حلوة. لك شو شغلة حلوة؟ مو هذا هلا المهم. شو المهم سيدي؟ هلا إذا الناس طلعت على الساحات وعملت تجمعات رح يصير بلبلة نحن في غنى عنها. قصدكم سيدي نمنع التجمعات وقت الكسوف؟ لا يا ابني، ما فينا نمنع التجمعات. بس يعني يفضل إنه الناس تضل ببيوتها وقت الكسوف وما حدا يطلع على الشارع. وكيف بدنا نطلب من الناس ما تطلع على الشارع سيدي؟ سيدي شو رأيكم نعلن عن منع التجول؟ لك شو مجنون انت؟ شلون بدنا نمنع التجول بدون سبب؟ والحل سيدنا؟ منع تجول طوعي. عفوا سيدي، انا لسه ما سمعت بهيك مصطلح. انا رح اقول لك، خوفوا الناس شوي من الكسوف وهم كلهم بيقعدوا ببيتهم وما حدا بيطلع الشارع. اها هلأ فهمت. شو رأيكم نعلن عن منع التجول يا سيدنا؟ شو مجنون انت؟ كيف بدنا نعلن عن منع التجول بدون سبب؟ والحل سيدنا؟ منع تجول طوعي. صراحة يا سيدي أنا بعمري ما سمعت بهيك مصطلح. لأنك جاهل. شوف يا ابني، أنا رح فهمك شو يعني منع تجول طوعي. نحن منخوف الناس من الكسوف، بيقوموا هن لحالهم بيمنعوا حالهم من التجول. فهمت؟ هلا فهمت. يا عيني عليكم يا سيدنا على هالافكار العصيبه. قلي لشوف، انت بتعرف شو يعني كسوف؟ سيدي انا عندي شويه معلومات عن الكسوف بس مو كثير متاكد منها. طيب انا رح فهمك اياها. طبعا يا سيدي انتم بتفهمونا نحن من بعدكم يا سيدي. اسمع. سامع سيدي. مسك هي الشمس. هي الشمس سيدي. الشمس مثل ما بتريدوا يا سيدي. هلا انت ماسك الشمس. يا سيدي. وانا ماسك الارض. لا بالله سيدي عندك الارض تقيله سيدي. طيب امسك انت الارض وانا الشمس. ايوه سيدي. القمر لازم بدنا واحد ثالث يمسك لنا القمر. انا بمسك القمر يا سيدي كمان. لا 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 راح اطلب السكرتيره تيجي تساعدنا. ايه طبعا سيدي مو غلط، اطلب السكرتيره. الو ناديه، تعي امسكي لنا القمر. المهم ما يصير بلبله، فهمت؟ فهمت سيدنا، بس عدم المؤاخذه يعني كيف بدنا نقنع الناس تطلع من بيوتها؟ بنعمل منع تجول طوعي. منع تجول طوعي، مثل العمل الطوعي يعني سيدنا، ما هيك؟ يخرب بيتك شو غبي! هلا معقول ما بتعرف شو معنى منع تجول طوعي؟ لا تؤاخذنا يا سيدي، هي أول مرة بسمع بهيك مصطلح، عدم المؤاخذة يعني. لأنك جاهل، أنا رح فهمك شو معنى منع تجول طوعي. هلا إذا قالوا لك إنه في حية برا، بالغرفة الثانية، شو بتعمل؟ حية؟ يا لطيف، يا سيدنا أنا أكثر شيء بخاف من الحياة، يعني مناماتي وكوابيسي كلهم حياة بحياة، الله وكيلك ما بتحرك من مطرحي ليجي واحد وياخذ الحية وبعدين يطلع. وهذا هو منع التجول الطوعي. أها إيه، هلا فهمت يا سيدنا، هلا فهمت. إي نعيما، منيح اللي صنع بينك وفهمت، اللي لشوف، أنت بتعرف شيء عن الكسوف؟ الكسوف بالمصري الخجل، الكسوف لا، الكسوف أخذناها بالمدرسة، على حد علمي كانت الأرض بتكون بين الشمس وال مصري والارض بين الشمس وما الشمس. هلا اذا نحن فرضنا انه هاي الشمس، هاي الشمس امسكها لشوف الشمس، الشمس بتكون حامي سيدنا.
هيك يعني. ايه بس فكتي انا بدها على رنيم الطب، وهي كره ارضيه، انا لازم تروح حواليك، قصدي لازم تروح حوالين الشمس. القمر بيجي اذا القمر عمل لازم واحد يمسك لنا القمر يحرسه ويحرسه. رح يخلص غاز يا سيدنا ها؟ الو نصيره تركي تمشي من ايدك وتعي امسك القمر معنا لشوف. وبسرعه. الو يا سميحه، يا سميحه تعي بسرعه. تعي تعي مشان تمسكي لنا الشمس. يا اهلين. ابو عادل تعال. يلفتوا عنايات الاخوه المواطنين بان قطرنا سيتعرض في صباح الغد كسوف شمسي كامل، مما يتسبب في حدوث حاله من شبه الاظلام. وتفيد الدراسات ان هذا الكسوف سينجم عنه اشعه خطيره قد تصيب الناس بالعمى العمى الكامل. عمى؟ لذا نريد من أخوة المواطنين أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا شبابيكهم وينزلوا أبجوراتهم ويسكروا ستائر نوافذهم ريثما يتم مرور هذا الكسوف على خير. وقد أعذر من أنذر. أنذر أنذر أكرر أعذر من أنذر. أنذر شهناز حبي شهناز. مع تحيات الهيئة العليا للكسوف والخسوف وارتطام الكواكب. نعود الآن لمتابعة ما تبقى من برنامج خضرة يا بلادي خضرة رزقك فواح. فبقى تعبت البنت. ولك يا ابني افهم علي، هلا بتأجلوا لي كل شيء لبعد الكسوف. الله يستر يا رب، الله يجينا يا رب، يدخلك يا رب. يا الله بلش الكسوف ولا لسه؟ والله يمكن لك بلش يا اعتدال، بس بتعرفي احسن شغله عملتيها انك ربطتي هالعفيته هون. ولك صحيح شهناز ربطتيها منيح بالدخل؟ ايه لكن يو وطمشتي لعيونها؟ طمشت لها عيونها. يا عيني عليك يا ايش بدك يعني اتركهم يحوصوا برات الاوضه ويصير لهم شيء قصه؟ لقط عينك، لقط عينك عم مظهر. هلا اذا تفرجنا على الكسوف بالتلفزيون بيصير لنا شيء؟ هلا هن عم بيقولوا ما بصير لنا شيء، بس انا ماني مطمن. بتعرفي يا اعتدال ما بدنا بين القبور ونشوف منامات وحشه. الله يخليكي. وين؟ الى قمت في التلفزيون لك. قومي قومي سلم عليك. ها
الله يجيرك. لا الرحمن الرحيم. الله يجيبنا لك. لك شو بكي لك؟ الزر الفوقاني، الزر الفوقاني. ايش بعرفني؟ والله ماني طاصة شيء قدامي. اسمعي اسمعي اعتدال، لك كأني في صوت الحارة. ما هي يو مين هدول المجانين اللي رح يطلعوا بهالوقت لبرا؟ شو بعرفني؟ قلت مجانين يعني؟ ايه قوم قوم مظهر، قوم تناوق من شق الأبجور، قوم لقلا. تعي معي تعي معي. اعتدال. نعم والله مقطوع قلبي، بركي اجت لها شي كسفايه من هذول الكسوفات بعيني. يو انت الثاني، هلا الكسفايه رح تترك الام العربيه كلها وتجي بعينك انت بالذات. يعني بركه انا وعم اتناوق مثلا هيك اجت بنص عيني وقلعت عيني وصرت اعمى. لا ابعد كمشتي. وانا كمشتي. بعيد الشر عن قلبك، تقبرني باذن الله ما رح يصير لك شيء ان شاء الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رح اطلع اسمعي صوتهم. لك هذول اجانب لكي قول الله وقول اللو. يو العمى بقلبهم، العمى مو خايفين على حالهم ينعمون. العمى في عيونه عيونه شو جري. روحي عمي روحي. خلينا خلينا نتفرج شوي، خلينا الله يوفقك. بدك شو مجنونه انت؟ عشان بدنا نتفرج؟ اذا الحكومه قالت انه ممنوع التفرج او التطلع من الشبابيك، نحن رح نفهم اكثر من حكومتنا. بعدين الحكومه بتعرف مصلحتنا صح ولا لا؟ اي مزبوط. هي عيننا. امشي يلا امشي يلا. هات ايدك. تعال تعال تعال. Gong gong.